بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتتاليات العددية للثالثة ثانوي شعب علمية رقم 22، يعني أنصح به شعبة العلوم التجريبي والتقني الرياضي والرياضي، حيث قال المتتاليتان أولي أن وفيلي أن معرفتان بأولي صفر يساوينا ناقص واحد وفيلي صفر يساوينا اثنان. قال ومن أجل كل عدد طبيعي أن أولي أن زائد واحد يساوي لنا أولي أن زائد فيلي أن على اثنان، وفيلي أن زائد واحد يساوي لنا أولي أن زائد أربعة فيلي أن على خمسة. ألف واحد، قال برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أن فإن أولي أن أقل تماما من فيلي أن. ب قال برهن أن المتتاليتين أولي أن وفيلي أن متجاورتان. ثانيا قال من أجل كل عدد طبيعي أن نضع إكس أن يساوي لنا أولي أن زائد أ في فيلي أن، يعني هذه إكس أن متتالية. قال و إيغريك أن يساوي لنا أولي أن زائد ب في فيلي أن، حيث أ و ب عددين حقيقيين متمايزين يعني غير متساويين. قال جد أ و ب حيث تكون المتتاليتان إكس أن و إيغريك أن هندسيتين، ثم عبر عن إكس أن و إيغريك أن بدلالة أن. ثالثا وأخيرا قال جد النهاية المشتركة للمتتاليتين أولي أن و فيلي أن. إذا لننطلق على بركة الله في الحل المفصل. إذا ننطلق في الإجابة على السؤال الأول، قال برهن بالتراجع. إذا نكتب هنا البرهان بالتراجع أن من أجل أن ينتمي إلى أن فإن ماذا؟ أن أولي أن أقل تماما من فيلي أن. لاحظوا جيدا، كما تعلمون أن البرهان بالتراجع أبنائي فيه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي واحد التحقق، نقول من أجل أن يساوي أول قيمة اللي هي صفر. لاحظوا جيدا، تصبح لنا هنا هكذا، يعني أولي صفر هل هي أقل من فيلي صفر؟ نحن عندنا الإلي صفر ها هي قيمتها اللي هي ناقص واحد، والفيلي صفر إنها الاثنان. إذا ماذا نقول؟ بيلي الخاصية بيلي صفر محققة من أجل ماذا؟ من أجل أن يساوي الصفر. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة نقول نفرض أن الخاصية بيلي أن التي، يعني ما معنى نفرض؟ هذه التي تعطى لنا للبرهان دائما في البرهان بالتراجع نفرضها. نفرض أن الخاصية بيلي أن محققة من أجل أن أكبر أو يساوي صفر، و إذا أي ماذا؟ أي أفسر أي أن إيلي أن أقل تماما من فيلي أن، يعني هذه التي تعطى لنا علينا أن نفرضها. ونبرهن الحالة الثالثة، ونبرهن صحة ماذا؟ صحة الخاصية بي لأن زائد واحد من أجل ماذا؟ من أجل أن زائد واحد، أي علينا أن نبرهن أن إي لأن زائد واحد أقل تماما من في لأن زائد واحد. دققوا جيدا هنا أبنائي، عندنا أولا من الفرضية ماذا؟ قلنا أن إي لأن أقل من في لأن، هذا ماذا يعني؟ أي أن إي لأن ناقص في لأن أقل تماما من الصفر، يعني من هذه الفرضية أن أولي أن أقل من فيلي أن، أي أولي أن ناقص فيلي أن تكون القيمة ماذا؟ أقل من الصفر. انتبهوا إلى هذه جيدا، وعلينا أن نثبت أن أولي أن زائد واحد ناقص فيلي أن زائد واحد أقل تماما من الصفر، هذه علينا أن نصل إليها. لكن للوصول إلى هذه علينا أن ننطلق، نأتي بعبارة كل واحدة منهم. عندنا عبارة الأولي أن ها هي أمامكم، ونأتي ونقول ناقص عبارة الفيلي أن ها هي أمامكم. انظروا أبنائي حتى تعلموا، هكذا علينا أن نثبت على أنها أقل تماما من الصفر. ما علينا الآن أبنائي إلا توحيد المقام. المقام مشترك أكيد إنه 10، ثم هذه في ماذا تضرب؟ هذه تضرب في 5، إذا الكل هذا يضرب في 5، أصبح لنا 5 إيلي أن زائد ماذا؟ زائد 5 فيلي أن، ونضع هكذا ناقص، هذه نضربها في 2 وهذه نضربها في 2، ونضرب هذا في هذا يصبح لنا 2 إيلي أن، والناقص هذا يصبح لنا ناقص 2 إيلي أن، ثم عندنا هذا في هذا يصبح لنا 8 فيلي أن، والناقص يصبح لنا ناقص 8 فيلي أن. وقلنا الفرضية هذا ها هي ماذا تقول؟ تقول أن إيلي أن ناقص فيلي أن أقل تماما من الصفر. نكمل على هذا المنوال، لاحظوا
إذن فتصبح لنا تساوي عندنا أولا هذا مع هذا كم؟ تصبح لنا ثلاثة إي لآن، وعندنا هذا مع هذا ناقص ثلاثة في لآن على ماذا؟ على عشرة. تصبح ما رأيكم أبنائي لو نستخرج الثلاثة على المشترك؟ تصبح لنا ثلاثة على عشرة في إي لآن ناقص ماذا؟ في لآن. لكن ماذا نملك؟ أنه إي لآن ناقص في لآن أقل من الصفر، يعني هذه القيمة كيف تكون؟ تكون أقل من الصفر، أي هذه كليا أقل من الصفر، أي أنه إي لآن زائد واحد ناقص في لآن زائد واحد أقل من الصفر، أي الخاصية بي لآن زائد واحد كيف هي؟ محققة. من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد. وأخيرا نعود إلى أصل البرهان التراجع الذي طلب منا، وأخيرا ماذا نقول؟ نقول أنه إي لآن أقل تماما من في لآن فقط يا أبنائي. لكن لا تنسوا هذا سوف يبقى يتبعنا، هذا إي لآن أقل من في لآن، لأننا نحتاجه للإجابة على الأسئلة القادمة فقط. نأتي بعدها إلى الجزء باء. قال برهن أن المتتاليتين إي لآن وفي لآن متجاورتان. أولا نكتب العنوان البرهان أن المتتاليتين إي لآن وفي لآن كيف هما متجاورتان. أولا علينا أن نعرف التعريف. نقول تكون إي لآن وفي لآن كيف هما متجاورتان إذا وفقط. إذا ماذا؟ ألف. إذا قلنا ألف أولا إحداهما متزايدة والأخرى كيف تكون متناقصة، هذا الشرط. باء كذلك نهاية الفرق ما بين إي لآن ناقص في لآن لما آن يؤول إلى الزائد، ما لأنه آن عدد طبيعي يجب تكون تساوي صفر. هذا هو الشروط، أحد إحداهما تكون متزايدة والأخرى متناقصة، ليس بالضرورة الإي لآن، المهم مختلفتان في الاتجاه، واحدة متزايدة والأخرى متناقصة، ونهاية الفرق بينهما تساوي الصفر. أولا نأتي لدراسة اتجاه تغير إي لآن. إذا نكتب هنا دراسة اتجاه تغير ماذا؟ تغير إي لآن، أو نقول اتجاه، نعم تغير إي لآن. نقول هنا ندرس إشارة الفرق اللي هي إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن تصبح تساوينا الإي لآن، نحن نملك قيمتها، ها هي أبنائي اللي هي إي لآن زائد في لآن على اثنان ناقص إي لآن. ولا ننسى أن برهنا من قبل أن إي لآن أقل تماما من في لآن، أي أن إي لآن ناقص في لآن أقل من الصفر، هذه لا تنسوها. نأتي الآن إلى نوحد المقام، هنا اثنان وهنا اثنان، فتصبح لنا تساوي لنا إي لآن زائد في لآن ناقص اثنان إي لآن على اثنان، تصبح تساوي لنا هذا مع هذا كم يصبح؟ يصبح لنا ناقص إي لآن زائد في لآن على اثنان. يمكن أن نستخرج الناقص كعامل مشترك، يقول أحدكم لماذا يا أستاذ حتى نكتبها على هذا؟ لأننا نعرف إشارة هذه القيمة، تصبح لنا ناقص في إي لآن ناقص في لآن على اثنان. يقول أحدكم لم أفهم، أنشر هذا في هذا تصبح ناقص، وانشر الناقص في لآن تصبح لنا زائد. لكن هذه القيمة، لكن نحن نعلم أنه إي لآن ناقص في لآن قيمة سالبة، بما أن هذه القيمة سالبة وضربت في الناقص تصبح لنا قيمة كيف هي؟ موجبة. الآن ماذا نحكم على إي لآن؟ نقول ومنه إي لآن كيف هي؟ متتالية متزايدة تماما على آن، هذه الأولى. نأتي كذلك الآن بنفس الخطة أبنائي للمتتالية في لآن. نقول اتجاه دراسة اتجاه تغير ماذا؟ تغير المتتالية في لآن. كذلك ندرس إشارة الفرق اللي هي في لآن زائد واحد ناقص في لآن يساوي لنا، لاحظوا الفي لآن هي إي لآن زائد أربعة في لآن على خمسة ناقص في لآن. يمكن أن نوحد هنا المقام، خمسة خمسة هكذا، خمسة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا إي لآن، وهذا مع هذا تصبح لنا ناقص في لآن على خمسة. لكن نحن نملك هذه القيمة كيف هي؟
انظروا بأم عينكم إنها قيمة سالبة. السالبة إذا هذه تصبح لنا تساوي لنا خمس من ماذا؟ إي لآن ناقص في لآن. ونحن قلنا هذه القيمة كيف هي؟ إنها قيمة سالبة في عدد موجب، إذا تصبح لنا هذه القيمة كليا قيمة سالبة. نقول ومنه ماذا؟ في لآن متتالية، كيف هي؟ متناقصة، متناقصة تماما. إذا الشرط الأول من المتجاورتان أن إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة، قد قضي الأمر. بقيت لنا الأمر الآخر اللي هو نهاية الفرق يجب أن تكون تساوي صفر. نهاية الفرق اللي هي هذه أبنائي، لاحظوا جيدا. إذا نقول هكذا، ليميت إي لآن ناقص في لآن لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي لنا ليميت الفي لآن، وإذا ركزوا جيدا أبنائي نقطة، وتساوي بما أن قلنا من البرهان بالتراجع أنه ماذا قلنا؟ قلنا كذلك هذه تصبح تساوي، إذا قلنا ماذا تساوي؟ تساوي نفسها اللي هي ليميت إي لآن زائد واحد ناقص في لآن زائد واحد، لأن برهنا بالتراجع أنه إي لآن زائد واحد أقل تماما من في لآن زائد واحد، يعني الأمر متعلق حتى إلى غاية الخاص آن زائد واحد. إذا تصبح لنا هكذا، إذا تصبح لنا هذه تساوي لنا ليميت إي لآن زائد واحد ناقص في لآن زائد واحد لما آن يؤول إلى زائد ما لا نهاية. الآن ركزوا أرجوكم أبنائي، لو نقول نضع دبل في ان تساوي لنا اي لان ناقص في لان، اي ماذا؟ اي ان دبل في ان زائد واحد يصبح يساوي لنا اي لان زائد واحد ناقص في لان زائد واحد، لم افعل شيء. اذا لاحظوا جيدا، قلنا اذا وضعنا هنا زائد واحد وهنا زائد واحد وهنا زائد واحد يصبح لنا دبل في ان تساوي لنا دبل في ان زائد واحد يساوي لنا اي لان زائد واحد ناقص في لان زائد واحد، لكن هذه معناها تصبح لنا دبل في ان زائد واحد تساوينا الفرق ما بين اي لان زائد واحد ناقص في لان زائد واحد، لكن في لان واي لان ها هو فرقهم ماذا يساوي؟ لقد وجدناه من قبل، يقول احدكم اين هو؟ ها هو يا ابنائي، وجدناه ان يساوي لنا 3 على 10 في اي لان ناقص في لان، وهذه القيمة ألا تلاحظونها أن هي نفسها دبليو في ان؟ نعم، فتصبح لنا دبليو في ان زائد واحد يساوي لنا 3 على 10 دبليو في ان، وهذا ما هو؟ ما هي؟ إذا تصبح لنا دبليو في ان متتالية هندسية أساسها Q يساوي لنا 3 على 10، فتصبح عبارة الحد العام لها اللي هي دبليو في ان يساوي لنا دبليو في صفر في Q قوة ان، تصبح لنا دبليو في صفر اللي هي لو قلنا هنا يا أبنائي هكذا نضع هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، الإي لي صفر لو ترجعوا الفيديو أعطيت لنا ناقص واحد، سوف أقوم حسبه أفضل، إذا تصبح لنا دبليو في صفر يساوي لنا الإي لي صفر ناقص واحد والإي لي والفي لي صفر يساوي لنا ناقص اثنان، تصبح لنا ناقص هنا اثنان، تصبح لنا ناقص ثلاثة، تصبح لنا ناقص ثلاثة في الأساس اللي هو ثلاثة، لاحظوا ثلاثة على ماذا؟ على عشرة. الآن قوة ماذا؟ قوة آن، لكن نحن قلنا تصبح تساوي، ركزوا أرجوكم الأمر أصبح جد الآن بسيط، يقول أحدكم يا أستاذ وهل هذه نفرضها؟ نعم تفرضها إن لم تعطى لك في نص التمرين، تصبح تساوي لنا ليميت ناقص ثلاثة في ثلاثة على عشرة الكل قوة آن لما آن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، لكن ثلاثة على عشرة محصورة ما بين الواحد والناقص واحد، إذا كانت القيمة متتالية هندسية أساسها محصور ما بين الواحد والناقص واحد، يعني صفر فاصل أو ناقص صفر فاصل، فاعلموا أن النهاية هذه تذهب إلى صفر، أي نهاية الفرق ما بين المتتاليتين كيف هو؟ يساوي صفر. هل تحققت الشروط؟ نعم تحققت الشروط الاثنان اللي هي أنه أولا إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة، ونهاية الفرق وجدناها كم؟ إذا بما أن تحقق الشرطين فإن ماذا؟ فإن إي لآن وفي لآن متتاليتان، كيف هما؟ متجاورتان فقط يا أبنائي، أي نهاية الفرق ما بينهما يساوي الصفر، فإن لهما أي
أي يمكن أن نفسر أكثر أي لهما نفس النهاية التي اسمها آل. لماذا؟ لأن نهاية الأولى تخيلها آل والثانية آل، آل ناقص آل يساوي الصفر. إذن هذه هي البرهان على المتتاليات المتجاورة فقط أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الثاني، لكن ننتبه جيدا. قال من أجل كل عدد طبيعي آن فإن نضع xn تساوينا هذه متتالية تساوينا e لان زائد a في v لان، هذه عبارة ال xn. لاحظوا كذلك وعطيت لنا yn نفس الشيء، yn يساوينا e لان زائد b في v لان، يعني لا يوجد اختلاف بينهما إلا أن سمي هنا x وهنا y وهنا e a وهنا b. لكن لاحظوا ماذا شرط علينا، قال A وبعددين حقيقيين متميزين، يعني إذا كان هذا خمسة لا يجب أن يكون هذا خمسة، يعني يختلف. لاحظوا هنا أبنائي، قال جد A وB حتى تكون متتاليتان XN وYN هندسيتان. إذا نكتب هنا إيجاد ماذا؟ A وB حتى تكون ماذا؟ XN وYN متتاليتان هندسيتان. لاحظوا أو متتاليتان أو متتاليتين هندسيتين. لاحظوا جيدا متتاليتين هندسيتين. أولا حتى تكون متتالية هندسية ماذا يجب؟ يجب أن نقول xn زائد واحد تساوي لنا xn في q، هذه الأولى. وكذلك yn زائد واحد تساوي لنا yn في q فتحة. لاحظوا جيدا، ركزوا معي هنا، هذه تعريف حتى تكون متتالية هندسية. يجب أن يشترط أن xn زائد واحد يساوي لنا xn في q، وyn زائد واحد يساوي لنا yn في q، حيث q هو q فتحة وq هما أساسا هذين المتتاليتين. لاحظوا جيدا أبنائي، إذا ننطلق نقول xn زائد واحد يساوي، نضع هنا زائد واحد وهنا زائد واحد وهنا زائد واحد، تصبح لنا e لان زائد واحد زائد a في v لان زائد واحد، تصبح لنا xn زائد واحد يساوي، لكن هنا ايجاد ال a وال b ليس برهن. لاحظوا النقطة نقطة كي تتعلموا، e لان زائد واحد ها هي قيمته اللي هي e لان زائد v لان على ماذا؟ على 2 زائد a في قيمة ال v لان اللي هي e لان زائد 4 v لان على 5. لاحظوا تصبح تساوي، نوحد هنا المقام، نضرب هنا حتى تصبح لنا هنا 10، نضرب هنا في 5 ونضرب هنا في 2 حتى تصبح لنا كم يا أبنائي؟ تصبح لنا هنا 10، ثم ننشر، المقام أصبح 10، تصبح لنا 5 e لان زائد، إذا هذا كليا زائد 5 v لان، ثم هذا في هذا زائد 2، لاحظوا قلت 2 a e لان، وعندنا هذا في هذا زائد 8 a v لان على 10، تصبح تساوي، نكمل نقطة نقطة ولا نتعجل. أولا عندنا هذا مع هذا نستخرج له الـ e لان عن المشترك، تصبح لنا 5 زائد ماذا؟ أو نرتب أفضل بالترتيب، نقول 2 a زائد 5 مضروبة في e لان زائد الـ v لان نفس الشيء، نستخرج الـ v لان عن المشترك، تصبح لنا 8 a زائد 5 في v لان، لكن المقام ما زال هو هو إنه 10. دققوا معي الآن، علينا أن نجد ماذا حتى الكل يتعلم معنا، يجب أن يجد هذه القيمة مضروبة، لأن قلنا نجد x، قلنا دائما أن xn مضروب في عدد، لكن هو يريد منا أن نعين الـ a والـ b. لاحظوا نقطة نقطة، تصبح لنا xn زائد واحد يساوي ماذا يساوي لنا يا أبنائي؟ لو الآن نستخرج الواحد على 10 كعامل مشترك، ودققوا معي ماذا يبقى لدينا بالداخل؟ يبقى لدينا هذا الأمر 2 a زائد 5 مضروبة في e لان زائد 8 a زائد 5 مضروبة في v لان.
لكن هنا انظروا عندنا الاكس ان، هذه الاكس ان التي نتحدث عنها، الالي ان هنا عندها في ماذا مضروب؟ هنا مضروب في واحد، وهذا في ماذا مضروب الفي لي ان؟ في ا. لكن هنا ركزوا، هنا في ماذا مضروب؟ مضروب في 2 ا زائد 5، معناه 2 ا زائد 5 يجب ان تستخرج كعامل مشترك، تصبح تساوي لنا 2 ا زائد 5 على 10، نستخرجها من هنا عامل مشترك. ماذا يبقى لدينا لما نستخرجها؟ تبقى لنا اي لي ان زائد ماذا؟ من هنا لما هذا نستخرج من عنده هذا عامل مشترك، ما ليس هذا، نستخرج من عنده قيمة مثل هذه اللي هي 2 ا زائد 5، معناه يصبح لنا الكتابة هكذا، 8 ا زائد 5 على 2 ا زائد 5 في لي ان. يقول أحدكم لم أفهم، أعد نشر هذا في هذا، تعود إلى الأصل واضرب هذا في هذا، يختزل هذا مع هذا، نعود إلى أصل الكتابة. الآن طابقوا الآن، إكس آن زائد واحد يساوي لنا 2 أ، لاحظوا، أو نقول كي في إكس آن، لكن كي في إكس آن، ونحن نعلم أن الإكس آن ما هي قيمتها؟ قيمتها هي إي لي آن زائد أ في في لي آن. ها هي أمامكم حتى لا تقول من أين يأتي بهذه الأفكار. انظروا هنا بالمطابقة حتى تكون هندسية، يجب ماذا؟ يجب أن يكون هذا يساوي لنا هذه القيمة، وهذه القيمة المضروبة في في لآن يجب أن تكون تساوي لنا كم؟ يجب أن تكون تساوي أ. إذن لاحظوا جيدا، نقول حتى ركزوا مع ماذا؟ مع شرط أن 2 أ زائد 5 هذا لا يجب أن يكون يساوي صفر، احترام مجموعة التعريف. نقول حتى تكون إكس آن متتالية هندسية أساسها ك كي يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 2 أ زائد 5 على 10، يجب أن ماذا أبنائي؟ أن تكون 8 أ زائد 5 على 2 أ زائد 5 تساوي لنا بالمطابقة أ، يعني القيمة المضروبة في الفي لي آن هنا يجب أن تكون تساوي القيمة المضروبة في في لي آن في الأصلية. الآن ما علينا إلا أن نحل هذه العبارة. هنا يمكن أن نختزل أو نترك كما هون، نستعمل هنا قلنا أ، نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين، هذا واحد، تصبح لنا 8 أ زائد 5 يساوي لنا هذا في هذا، تصبح لنا 2 أ مربع زائد 5 أ، نجعلها معادلة صفرية، معناها ننقل هذه إلى هنا، تصبح لنا 2 أ مربع، وعندنا 5 أ ناقص، لأن هذا ينقل إلى الطرف الآخر لأنها معادلة، تصبح لنا كم؟ ناقص 3، عفوا قلت ناقص 3 أ، ننقل هذا كذلك إلى الطرف الآخر، تصبح لنا ناقص 5 يساوي الصفر. بعدها أبنائي تعالوا نكمل الحساب لإيجاد الـ A والـ B، إنها معادلة من الدرجة الثانية، يعني نحسب المميز. المميز الذي هو دالتا يساوي لنا B مربع ناقص 4 في A في C، الـ B هو ناقص 3 مربع يعني 9 ناقص ماذا؟ ناقص 4 في الـ A هو كم؟ هو 2 في C هو ناقص 5، الناقص مع الناقص تصبح لنا زائد، تصبح لنا كم؟ هذه 20 40 اللي هي 2 في 10، 2 في 5، 2 في 5 10 في 4 40 زائد 9 49، قيمة أكبر من الصفر، يصبح لنا جذر دالتا هذا قيمته كم؟ 7، تصبح لنا A واحد يساوي لنا ناقص B، الB هو ناقص 3 تصبح لنا 3، ناقص جذر دالتا على 2 A، الـ A هو 2 تصبح لنا 4، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 4 على 4، تصبح لنا A يساوي لنا ناقص 1، ها هي قيمة الـ A الأولى، A 2 يصبح يساوي لنا كم؟ إلا أن هنا نضع 2، نضع هكذا هكذا، ونقول زائد جذر دالتا تصبح لنا كم؟ 10 على 4 اللي هي 5 على 2، هذه قيمة الـ A حتى تكون هندسية، لكن يوجد لنا هنا قيمتان، نترك هذه القيمتين لأن، ونعود الآن إلى نفس الشيء بالنسبة إلى من؟ إلى المتتالية إيكغريك آن لنختار الـ A والـ B مباشرة. كذلك الإيكغريك آن قلنا يجب أن نقول أن إيكغريك آن زائد واحد يساوي لنا ماذا؟ إيكغريك آن في كي فتحة،
بنفس الشيء الذي تحصلنا عليه في الأول تصبح لنا إي جراج آن زائد واحد، لأن الأمر المختلف هنا أنه في مكان الآن نضع البي فقط. انظروا يعني القيم بقيت هي هي، معناها سوف نجد أنه يا أبنائي تصبح لنا، قلنا أنه الأساس الذي قلناه في الأول إنه 2 أ زائد 5 على 10 في ماذا؟ إي لآن زائد تصبح لنا 8 أ. هل أ؟ نقول الآن بي، لأن تحولت العبارة هذه إلى قيمة البي. نضع هنا بي، وهنا أصبح لنا بي 8 بي زائد 5 على ماذا؟ على 2 أ زائد 5 2 بي، أعذروني 2 بي زائد 5 في أن. ونفس الخطة التي نتحصل عليها أن نجد المعادلة التي في الأول هي 8 بي زائد 5 على 2 بي زائد 5 يساوي لنا بالمطابقة يساوينا ها هي تساوينا كذلك بي، مثل ما فعلنا في الأ تساوي بي، تصبح لنا المعادلة اللي هي 2 بي مربع ناقص 3 بي زائد ناقص 5 يساوي 0. فنجد أن بي الأول يصبح يساوينا 1 ناقص 1 وبي هذا 1، لاحظوا هذا الواحد وهذا الاثنان يصبح يساوينا 5 على 2، لكن قال حقيقيين متميزين. معناه متميزين إذا أخذ البي مثلا ناقص 1 الآ لا يجب أن يأخذ ناقص 1، إنما يأخذ 2 على 5. إذن بعدما وجدنا الآن أبنائي قيمة الآ وقيمة البي لكن هما متساويتان، يعني قال متميزين، يعني إذا أخذ واحد العدد الأول لا يأخذ العدد الثاني. لاحظوا نعود الآن إلى كتابة كل واحد منهما وركزوا أمام أعينكم، لأن ما زلنا مع كلمة هندسية. نقول قلنا إكس آن زائد واحد وجدناه يساوي لنا 5 آ عفوا 2 ركزوا 2 أ زائد 5 على، لاحظوا جيدا، على 10 في هكذا أبناء حتى تتعلموا. قلنا وهنا إي لي آن زائد 8 أ زائد 5 على 2 أ زائد 5 في لي آن، هذا الأمر الأول. نأتي الآن كذلك إلى إي جراج آن زائد واحد تصبح لدينا 2 بي زائد 5 على 10 في إي لي آن زائد 8 بي زائد 5 على 2 بي زائد 5 في لي آن، يعني القيم لم تتغير إلا أن البي والآ في كل عبارة لها خاصيتها، الإكس آن تتحدث مع الآ والإيجراج آن تتحدث مع البي. لاحظوا الآن نقول إذا كان ماذا كان؟ إذا كان آ يساوي لنا ناقص واحد، الآ كم يكون؟ يساوي لنا ناقص واحد، فإن البي ماذا يصبح؟ يصبح يساوي لنا 5 على 2. يقول أحدكم لماذا؟ لأن قلنا متميزان. إذا ما معنى متميزان؟ إذا كان الأ يساوينا ناقص واحد البي يأخذ القيمة الأخرى، أو إذا كان الأ يساوينا 5 على 2 فإن البي يأخذ قيمة ناقص واحد. دققوا معي، إذا نعود الآن، تعالوا نعوض. كيف نعوض يا أبنائي؟ نتابع جيدا. إذا لاحظوا والآن ننطلق بعبارة الآن نفصل، قلنا أ أخذ كم؟ ناقص واحد، البي يأخذ 5 على 2، تصبح لنا إكس آن زائد واحد تساوي، عوضوا الآن هنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد وهنا بناقص واحد، فماذا نتحصل؟ نتحصل في البسط هنا 3 على 10 في هنا ماذا نتحصل؟ إي لي آن، عوضوا هنا يعني بناقص واحد، فماذا يحدث؟ تصبح لنا ناقص في لي آن. يقول أحدكم كيف؟ لأن هنا تصبح لنا ناقص 3 وهنا 3، ناقص 3 على 3 هي ناقص 1 في لي آن. هذا ماذا يدل؟ أي نحن قلنا أنه تصبح لنا ها هي هذه هي ماذا؟ لأن إكس آن لما عوضنا بالناقص 1 أصبح لنا إي لي آن ناقص في لي آن، إكس اللي هي هذه هي نفسها هذه، فأصبحت إكس آن زائد 1 يساوي لنا 3 على 10 إكس آن، أي إكس آن متتالية هندسية أساسها كيو يساوي لنا 3 على 10.
وحدها الأول إكس صفر يساوي، ما علينا إلا أن نعوض هنا بصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر. الإلي صفر هو ناقص واحد، والفيلي صفر هو ناقص اثنان، تصبح لنا ناقص اثنان مع ناقص واحد تصبح ناقص ثلاثة، تصبح لنا ناقص ثلاثة، وتصبح عبارة حدها العام اللي هي إكس أن يساوي لنا إكس صفر اللي هو ناقص ثلاثة في الأساس اللي هو ثلاثة على عشرة الكل قوى أن. الآن هذه مع الإكس أن، نأتي الآن إلى الإيكغريك أن، نعوض كذلك في الإيكغريك أن بماذا؟ تصبح لنا هنا لو نعوض باثنان عفوا خمسة، هنا خمسة على اثنان، إذا إيكغريك أن أصبحت تصبح لنا إي لي أن زائد خمسة على اثنان في لي أن، لكن نحن مطالبون أن نعوض كذلك هنا، على ماذا نتحصل؟ عوضوا تصبح لكم هنا، لاحظوا عوضوا هنا بخمسة على اثنان، وهنا خمسة على اثنان، وهنا خمسة على اثنان، يذهب هذا مع هذا، تصبح لكم خمسة زائد خمسة على عشرة، اللي هي عشرة على عشرة واحد، معناها تصبح لنا إيكغريك أن، تصبح يساوي لنا واحد، وبالداخل إي لي أن، وهنا تصبح لنا نختزل هذا مع هذا، تبقى لنا أربعة في خمسة، أربعة قلت في خمسة عشرون، زائد خمسة، خمسة وعشرون، وهنا كذلك يذهب هذا مع، تصبح لنا زائد خمسة وعشرون على عشرة في لي أن، تصبح لنا إيكغريك أن تساوي لنا إي لي أن، نقسم هنا على خمسة وهنا على خمسة، تصبح لنا زائد اثنان عفوا زائد خمسة على اثنان في لي أن، وتساوي لنا قلنا هنا زائد واحد أعتذر، هنا كذلك زائد واحد أعتذر جزاكم الله خيرا، تصبح لنا تساوي لنا إيكغريك أن، لاحظوا إيكغريك أن زائد واحد تساوي لنا إيكغريك أن، أي إيكغريك أن متتالية، كيف هي؟ ثابتة، لماذا؟ لأن إي لي أن زائد واحد يساوي لنا إي لي أن، وتصبح لنا عبارتها إيكغريك أن يساوي، عوضوا تصبح لنا بما أنها ثابتة تصبح لنا إيكغريك صفر، نعوض هنا لأنها ثابتة، ثابتة كل حدودها متساوية، إيكغريك صفر يساوي لنا إي لي صفر زائد خمسة على اثنان في لي صفر، تصبح تساوي لنا إي لي صفر هو ناقص واحد زائد خمسة على اثنان في لي صفر واثنان، يذهب هذا مع هذا تصبح لنا خمسة ناقص واحد اللي هي أربعة، ها هي عبارة الحد العام لهذه المتتالية لأنها متتالية ثابتة. الآن هذه في هذه الحالة، الآن تخيلوا الآن لو نعكس الأمور على ماذا سوف نتحصل؟ دققوا معي أرجوكم، نأخذ هذه القيمتان ونذهب مرة أخرى لنحاول الآن، إذا اختلفت الـ آ أخذ اثنان خمسة على اثنان وبي يساوي لنا ناقص واحد، لاحظوا لما نأخذ خمسة على اثنان تصبح لنا هنا خمسة على اثنان وهنا خمسة على اثنان وهنا خمسة على اثنان، فماذا يتحصل؟ نتحصل على إكس أن زائد واحد يصبح يساوي كم؟ يساوي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم؟ عشرة على عشرة اللي هو واحد في إيكغريك في إيلي أن زائد هذا قلنا يذهب مع هذا تصبح لنا أربعة في خمسة خمسة وعشرون، لاحظوا جيدا خمسة وعشرون على عشرة اللي هي كم؟ اللي هي خمسة على اثنان في لي أن، ماذا تصبح؟ تصبح لنا إكس، وهذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا إكس أن، أي إكس أن تصبح متتالية الآن ثابتة. والآن إيكغريك أن زائد واحد لما الآن نعوض بالأمر العكسي تصبح كم؟ تصبح لنا ثلاثة على عشرة، يعني نعوض هنا بنفس الشيء، ناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد، تصبح لنا في إي لي أن ناقص في لي أن، تصبح إيكغريك أن هذه تصبح لنا ثلاثة على عشرة إيكغريك أن، تصبح لنا إيكغريك أن متتالية هندسية أساسها كي فتحة يساوي لنا ثلاثة على عشرة، وحدها الأول إيكغريك صفر يساوي لنا ناقص ثلاثة، مثل ما حدث في الأولى، يعني تصبح إذا أخذ هذا شيء الآخر يأخذ شيء فقط يا أبنائي. إذن نأتي الآن أبنائي إلى السؤال هذا، بالرغم أجبنا عليه، قال ثم عبر عن إكس أن وإيكغريك أن بدلالة أن. أولا إذا نقول إذا كان أ يساوي لنا ناقص واحد وبي قلنا يساوي لنا خمسة على اثنان، يعني دائما تكون واحدة هندسية والأخرى ثابتة، فتصبح لنا إكس أن قلنا يساوي لنا ناقص ثلاثة في ثلاثة على عشرة قوة أن قلنا، وإيكغريك أن تصبح تساوي لنا كم يا أبنائي؟ تصبح تساوي لنا أربعة. الآن بعدما أنهينا مع هذا الأمر سوف نأتي مباشرة إلى السؤال الأخير، قال جد
النهاية المشتركة المتتاليان إلي أن وفي لأن. إذا نكتب هنا إيجاد نهاية لكل ماذا من إلي أن وفي لأن، بالرغم أنهما كيف هما متجاوز. نقول بما أن إلي أن وفي لأن متجاورتان، فإن ماذا قلنا؟ فإن ليميت إي لي آن ناقص في لي آن لما الآن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية قلنا إنها تساوي الصفر. أي ماذا أبنائي؟ أي أن لهما نفس النهاية، أن يعني أن ليميت إي لي آن تساوي أن ليميت في لي آن مع الآن قلنا دائما يؤول إلى الزائد ما لا لأنه عدد طبيعي، كلاهما تكون لهما نفس النهاية التي اسمها آل. لاحظوا نقطة نقطة، إذا قلنا النهاية كيف نسميها؟ نسميها آل لأن لهما نفس النهاية، بما أن نهاية طرحهما تساوي الصفر، فإن لهما نفس النهاية، ليس بالضرورة الصفر، لكن لهما نفس النهاية. لكن ماذا نملك؟ لكن لدينا أن إيغريك آن يساوي لنا ماذا؟ عوضوا هنا البي كم قلنا؟ 5 على 2، يصبح لنا إيغريك آن يساوي لنا إي لي آن زائد 5 على 2 في لي آن، وكم تساوي هذه القيمة؟ مهما كان قلنا إنها تساوي لنا 4، أي أن الليميت إيغريك آن لما الآن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية مهما كانت، بما أنها ثابتة تصبح لنا تساوي لنا 4، وتساوي لنا ماذا أبنائي؟ وتساوي لنا بما أن قلنا هذه الفي لي آن والإي لي آن لهما نفس النهاية، فتصبح تساوي هنا نضع آل وهنا نضع آل، فتصبح تساوي لنا آل زائد 5 على 2 آل. نحل هذه المعادلة. يقول أحدكم لم أفهم، بما أن المتتاليتان لهما نفس النهاية فإن نهاية هذه إلي آن ما هي؟ اسمها آل، ها هي آل، والفي لي آن اسمها آل نضع هنا، والإيغريك آن ثابتة كم تساوي؟ تساوي لنا 4. نحل المعادلة اللي هي آل زائد 5 على 2 آل يساوي لنا قيمة المتتالية الثابتة، لأن بما أنها ثابتة تساوي حتى حدها الأول يساوي نهايتها، كم تساوي؟ تساوي لنا 4. نوحد هنا المقام 2 وهنا 2 تصبح لنا 7 آل على 2 يساوي لنا 4، نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسط، 7 آل يساوي لنا 8 ومنه آل يساوي لنا 7 على 8، إنها نهاية كلا من المتتاليتين. إذا نقول ليميت إي لآن تساوي لنا ليميت في لآن لما الآن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وهنا لما الآن يؤول إلى الزائد ما تساوي لنا كم؟ 7 على 8. ولو حسبنا الطرح يعني 7 على 8 ناقص 7 على 8 تعطينا 0 فقط يا ابنائي. إنه تمرين رائع، حاول تحفظ هذه الأفكار لأنها رائعة، وفي في هذه السنين الأخيرة يعني أصبحت لها قيمة كبيرة في مواضيع البكالوريا للشعب التقنية والرياضية وشعبات العلوم التجريبية. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.